للمزيد ينضم إلينا عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور علي البياتي. مرحبا بك دكتور. دكتور، إذن أمامنا متهم انتزع منه الاعتراف قسرا وتعرض لأبشع أنواع التعذيب حسب ما يقول أهله وهو أيضا، ماذا يكشف كل ذلك برأيكم؟ نعم، مساء الخير عليكم متحيقي مشاهدي قناة فلوجة. يعني ما نراه اليوم واعتقد يكاد يكون بشكل اسبوعي او في كل شهر هناك قضيه تثار في الراي العام، هي مؤشرات واضحه ان الدوله غير قادره على توفير الضمانات المنصوصه في الدستور العراقي لاي متهم، وباعتبار ان الدول الديمقراطيه عندما تقوم ب يعني اجراءات انفاذ القانون فان هذه الاجراءات مشروطه بتوفر ظروف حقوق الانسان وضمانات العداله والانصاف ومبادئ حقوق الانسان، وبالتالي لا يمكن استمرار هذا النهج وهذه الاجراءات بدون وجود يعني مراجعه لهذه الضمانات، ولذلك طالبنا بان يتم توقيف كل مذكرات القاء قبض، لان ما يجري بصراحه هو انتهاك واضح لحقوق الانسان. يعني في كل شهر هناك قضيه تصبح قضيه راي عام، ثم نسمع عن لجان تشكل ووعود بتحقيقات لا شيء يكشف للراي العام. اعتقد يعني هذه الاجراءات بحد ذاتها هي اجراءات فرديه. انا يعني اطلعت على بيان وزاره الداخليه وهو في هذه القضيه تحديدا شيء جيد، ولكن القضيه اليوم قد خرجت من السياق الجزئي او الفردي، هناك قضيه راي عام، هناك قضيه قد تكون تكاد تكون عامه. ونحن خلال اطلاعنا على هذا الملف في السنوات الماضيه يعني عدد الشكاوى والادعاءات حول التعذيب وسوء المعامله هي كثيره جدا بصراحه، وهذه الملفات لكون العراق دولة ديمقراطية ولكون هناك حقوق إنسان مكفولة بصراحة في الدستور وفي الاتفاقيات، لذلك هناك التزام على الدولة بفتح كل هذه الادعاءات والشكاوى من خلال جهات مستقلة، مع أن العراق أيضا مقصر في قضية تشريع قانون مناهضة التعذيب الذي يقع على عاتق البرلمان بكل تأكيد، وبالتالي أي تبعات وإجراءات تتبع تشريع هذا القانون هو يكاد يكون غير موجود. لذلك هناك تعامل حتى من الطبقة السياسية مع هذا الموضوع بشكل جزئي. إذن نعم، قد إذن يكون. إذن دكتور، هنالك حاجة لإعادة النظر بالكثير من التحقيقات التي جرت في الآونة الأخيرة، خصوصا وأن منظمات دولية وحتى الأمم المتحدة تقول هنالك وفيات في السجون تزيد على 130 حالة وفاة. نعم، هذه الجزئيات والتفاصيل لا يمكن السكوت عنها. نحن عندما نتعذب عن مواطن واحد يتعرض إلى انتهاك لحقه داخل هذه السجون والمعتقلات التي من المفترض أنها تقتصر على تقييد حرية الحركة فقط وليس هدم لكرامة الإنسان وحريته وإنسانيته، بالتالي لابد أن تكون مراجعة ولابد أن نبحث عن جذور القضية. هذه المؤسسات وهذه المواقع بصراحة هي بعيدة كل البعد عن أعين الجهات الرقابية والجهات التفتيشية. داخل هذه المؤسسات الحكومية سابقا كان هناك مكاتب مفتشين عامين، اليوم غير موجودة. مفوضية حقوق الإنسان طبيعة التعاطي معها يكاد يكون جزئي، البرلمان نفسه أيضا كان يكون بعيد عن هذه التفاصيل وأيضا عن فرض رقابته. المنظمات الأخرى والإعلام بكل تأكيد هي بعيدة كل البعد. أين النظام الديمقراطي في هذه الإجراءات وأين حقوق الإنسان في هذه الإجراءات؟ إذا كنتيجة كل ما يحدث داخل هذه المؤسسات هي ترجع لعقوبة ما قبل 2003 وهي مستمرة حسب هذه المؤشرات.